على بابك سلامة قلبي كل بالحوم ألف خاطر نكسر لك لظل خاطرك مكسور رايد بسمتك ترجع عينك ما بيتدمع ودمع عمري لك أكفى واشري لك فرح وسرور عليك الحزن مو نايك أريدك تضحك ورايك لأنك لما تضايق من الدنيا يغيب النور عليك الحزن مو نايك أريدك تضحك ورايك لأنك لما تضايق من الدنيا يغيب بدمك الحالي أبي مودك يظل عالي وأريدك في الحياة مغموم تداعب خدك النسمة تبي منك ولو بسمة هذا اللي زعلك شسمه يرضيك وهو مشهور عليك الحزن مو لايق أريدك تضحك ورايك لأنك لما تضايق في الدنيا يغيب عليك الحزن مولايك أريدك تضحك ورايك لأنك لما تضايق من الدنيا يغيب النور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المشاهدين يا حلوين يا طيبين ازيكم وحشتوني عيال أنا نسيت الصوت شغال فيه تكرار ليه ما تقولوا لي ليه ما علمتوني ليش يلا نعيد الأغنية عشان اللي كانت هذاك فهمتوا هلا 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 لعبة الدانسر شو بطل كذب يا فلمبان عليكم السلام يا هنو حبيبي مو على بابك سلامة قلبي كل بلور ألف خاطر نكسر لك ليظل خاطرك مكسور رايد بسمتك ترجع عليكم السلام يا هنو عينك ما بيتدمع ودم عمري لك أدفع واشري لك فرح وسرور عليك الحزن مو لايك أريدك تضحك ورايك لأنك لما تضايق أيوة يغيب النور عليك الحزن مو لايق أريدك تضحك ورايك لأنك لما تضايق سلام 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 يغيب النور أنا أكسر لك الغالي أموت بدمك الحالي أبي مودك يظل عالي يا طيب وأريدك في الهنا مغموم تداعب خدك النسمة تبي منك ولو بس
اسمه هذا اللي زعلك شو اسمه يرضيك وهو مجبور عليك الحزن مو لايق اريدك تضحك ورايق لانك لما تضايق طيب 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 يا سلطان عليك الحزن مو لايق اريدك تضحك ورايق لانك لما تضايق من الدنيا يغيب مبروك الدرتات الجديد الله يبارك فيك يا عشوش. يعني قلنا غير لكم يعني شوية يعني خلاص سنة كاملة ما غيرت الدرتات قلت غيرها كذا نسوي حركات صعبة. اريدك تضحك ورايق لأنك لما تضايا وين جيتاري تولد أهلا من يبث يا هلا وسهلا منورين والله كل أبوكم. وينك مختفي يا حمادة الحين تسأل عني يوم ما فتحت بث؟ ليه ما سألت عني وأنا ما فتحت بث وكنت يعني ممكن هذاك ها؟ أنا شو بكم معطيكم ظهري مسوي زعلان؟ أفا دقيقة أنا آسف والله صاحبي كل سكرين حبا هنا إيه هلا تجيك صغيرة ايوه ايه فل سكرين اعطيك انا فل سكرين ما اعطيك شيء ضعيف عشان كنا مصغرين الشاشه بس انا عليك المعرق حق يلعن أم يا حبيبي يا حبيبي منور يلعن ابو القهوه كيف اعطيتك ايه فل سكرين ما خليتها صغيره صوفه لا لا لا, لا. عيد لك ايه تمام عيد لك ايه عشان لا تقول انا ضاعت فلوسي يعني. لا لا والله عيدها عشان لا تقول لي ضاعت فلوسي على الفاضي يلا ابلع ها شوف عادي وين؟ حقت صوفية هنا تكفن عادي ما هي راضي صوفة باني انها بدون نفس ايه والله برجع لك هي ما ابغاها صوفة والله ما هي راضي تنعاد بالدرجات يا عيال يا ساتر يا رب عليك الحزن مو لايق اريدك رايق انعادت صح؟ العن أمه العن أمه القوة بالله كيف والله ما هي أسطورية قصدي أسطورية صوفتي بتذل أمنا أنا عادت مرة ثانية شوف الصوفة شوف شوف وين دخلني يا أخي ورب الكعب برجع لكم من العشرين دي ترى انعادت اربع مرات مدري خمسة مرات انا ضغطت عليها انعادت المرة الاولى علق الجهاز وقام عيدها بالله عليك ايه برجع لك العشرين ولعب كلت المرة لا تكلمني والله يا بي انا لعب ليه زعلان هي وكذا تعال اعطينا وجهك حلو مسوي زعلان يعاتبهم عشان احمد يقول فينك ما مختفي ما تسأل عني يا اخي في تويتر اكتب تغريدة حمادة فينك منشن شيء اسأل عني والله اقسم بالله مقصرين معاي ترى بس والله في كم شخص سأل صراحة في السناب ايه في السناب في تويتر في الخاص سأل هذه المرة ما انكر انا ما انكر حسيت انه يعني في احد يحبني دقيقة فين النغمات حسيت
شكرا صوفة حبيبي. دحين ايش نسوي في المصيبة هذه صوفة؟ مصيبة ايه؟ حقت الجفت سب والفول برضو جاي كبير عشان انا مخلي ذيك فول سكرين. ما انا قلت لك بقى اظبطها لك انا. يلا خلينا نشوف هذا. اسمع اسمع عشان تكونوا على بينة. المصري بس كلام حلو؟ لا حول ولا قوة الا بالله. سايبني حايش اسوي الليركس وحظبطها لك عارف مصدح. مثلا اسمع مثلا حظبطها لك وربينا عارف. والله العظيم لو تقلنش ولا كنت ضغطها لك قبل البث يا حلو. ورب الكعبة نقفل البث. طيب نرجع نفتح من جديد. لا دخلنا انا بقى ما ادري. خلي خلي عادي هذا اليوم. والله قايله عليها قسما بالله اي قبل البث ان انا هظبطها. ها اوعى تصدق المصريين. اي والله ايمان انك صادقه. سايبني سايبني حايس يا اخي. انا انسان يا اخي على قدي. انا محتاس يعني لفوق كان في سنكلفول النهارده اقسم بالله. قاعد صارع واحاول اغير الليرت وضبطتها وقاعد اكبر في الشاشه. بغى جهازي ينحرق صوفه. وولاده من اللي اشتغل لي كمان الكم مقطع دي بهذلت امه الين نام على الكرسي. قلت له اسمع انا لي 3 ايام ما بثيت خلينا نبث حتى لو في شيء بعدين نعدله. قال لي خلاص. قال لي انت لازم مدري تحول على برنامج ثاني. قلت له ماني محول. زي ما تيجي تيجي. انا لازم اركز لازم اركز لان انا حاسس انا مشتت التركيز. اسمع احنا البث هذا نشوف ايش الاخطاء الموجوده بعد البث هذا حلو نعدلها. فهمت؟ تمام. يعني لكل جواد حذوه صح كذا هذيك. ايه لكل جواد حذوه. ايه عادي عادي مو كل شيء يصير مره واحده. تمام يعني احنا قاعدين نحاول نقدم لكم الافضل فهمتوا. فعشان كذا يعني صفتك سناب يلا علشان نسال عنك. كفو. اي هذول الناس هذول مو هذا. فينك فينك انا عارف هذا فينك. انت فينك ما سألت عني. اخبار الحمش طيبين. الانبان اشوفك في كل بثوث العالم يعني قاعد تلف طفش. واضح انك طفشان فاهم تلفلف في بثوث العالم كلها ولا جيت كتبت لي وينك. عتاب محبة. عتاب محبة شباب هذا اسمه. ياد اللي يسوي فول ويشوف قديش الفول طور كبير. هذه راحت عن بالي انا صوفة تصدق. انا قايل لك عليها ورب البيت اللي قايل له عليها يا عيال قبل البس. والله ما سمعتك يمكن. والله حبيبي احمد يلا لا تغاضوا. اسمع تغاضوا عن حق الفولو وحق السبسكرايب والاشياء هذه لانه انا ما لعبت في اشياء الجيفت سب والاشتراكات والدنيا هذه ما لعبت فيها ولا حق الفولو. لعبت في الدونيشن صراحه حذفتها كلها بس حاجه واحده خليتها. خليت نغمه رابح صقر تعرف هذيك انا ما اقدر لها. اللي كانت $100 خليتها 50 بس ما شلتها لانه كثير قالوا لي لا تشيلها فخليتها. اما الباقي كله تغير. يو حضرت ايه يبونا حضرت لك بث العود والجيم الاسطوري وبث سكرين بعدها كله عشانك وحشنا. هذا 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 جهن. لا لا انزح انزح. كذاب كبير ذا صح. لا 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 ده في لي الحب يا اخوان. زبادي يجي يلعب ولا ايش وضعه؟ ايه زبادي موجود. والله ايه لانك لما تضايق يا العين ام الطقم الطراش. هي بالله كيف يا ولد تعبان صح يا مره مسوي الوحده. طب اغير يا اخي ما عرفت لكم حل. حطيت الشايب. ها ها ايش اسوي؟ طيب ايش رايكم؟ ايش رايكم؟ والله لسه ما شفت شيء. اصبروا بس دقيقه بس احس الخط مره كبير. خلي الناس تقرا يا اخي بعدين نعدلها. بعدين التعديلات بعدين تعديلات انا بعد البث. تعديلات جبرتي تقدم. عليك الحزن مو لايق وربي عندي حركات بنت كلب. يعني شان بنت كلب يود عندي حركات بس استنوا عليها ضبطها يجيب النوم ذا. اقول انت ايش فهمك يا طيب
شوشم اللي قبل شوي حلو. شوفوا انا ما بقول لكم شيء تحسبوني يا ارسلوا دونيشن، بس حق المية واقطع من الاخير. حق المية هذا انا تعبت فيه، حق المية يعني قعدت يوم كامل ادور اجيب حاجة احطها كذا في المية مفجرة من الاخير. استنوا يلا جاهزين يا شباب؟ انا جاهز. ادي جاهز. كيف الطقم صوفا؟ صوفا واحد قفت سب طالع تحت في الزاوية، انت ايش تبغى؟ ما اخذ مكان سموكي ها؟ ايوه يا عم انا يجيك يجيك سموكي يصحى من النوم دحين وربي يبهدلك. لا يا عم او يا ود والله مره كبير الفلو يا ايش ايش هذا. شكرا يا عنب. صح صوف سوي فول الحمادة. مين سوي فول؟ سوي فول صوف انت خبل. انا البثاث ماني فاضي انزلكم. اوكي عليك الحزن مو لايق اريد. حماد جرب مود رانغل. يا ساتر شوف شوف لا اله الا الله. تعال انا اسف بس البث هذا طيب مشوها البث هذا بس. شوف حق البث يا ود اكبر من حياتي. قلت لك يا مطين والله ما 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 فهمتني انت صوفة والله. اسمع نغير اسمع نغير اسم البث نكتب لحد يجي. انت تدروا انا مسوي هذا الشيء ليش؟ عشان اللي نظرهم ضعيف يا جماعه الخير. فين بنروح كذا؟ والله عمارتي فاضيه. هذا راح المطار. وين رايح الغالي ذا؟ دول نزلوا تحت نزلوا تحت. اخ كم ما تنوك ذا كم ما تنوك يرحم امك تنوك. طلقه واحده يموت معطيه هد صوفه. اللي جاء عندك معطيه هد مفجر راسه. اديله راح في واحد في صدر معك سلاح صوفه ولا اديك نقز يا اخي نقز قدامك عندك احد انت صوفه. يا الله يا غالي نوقت اللي عندكم جايكم انا لو اموت لو قوي قاعد يبكس حماد. اوه تكفى طلع الله يرحم والديك رحم لوالديك. بس تاخذ البوت منك يلا خلاص شكرا. يعني انا اللي عليه سويته فاهم. صوفة تدري ايش صار معي صوفة؟ سلاح سنجل. ليه صباحك ايش جابه على البي؟ انت ما سمعتوش هو بينجز يا ابني. والله ما سمعته صوفة. انت شايف كم واحد عندنا في العمارة؟ يلا جيد عليكم السلام فواز. اول جيم اصلا تحت.